طيب بالنسبه لموضوع النهب، شوفوا بقى الخبر ده، فرض الرسوم على التقدم لامتحانات الشهاده الاعداديه والثانويه، وكانه بقى نداء بقى من وزير التربيه والتعليم والوزاره لاولياء الامور، خنشا خير ان شاء الله يا جماعه، ايه الخبر اللي انتوا جايبينه وايه النداء اللي حضرتكم بتعملوه؟ الوزاره بتطالب اولياء الامور ان هم يدفعوا فلوس علشان اولادهم يتقدموا للامتحانات، وزي ما قال الخبر طلبت وزاره التربيه والتعليم المصريه اولياء الامور بسرعه سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانويه العامه عن العام الدراسي 21-22 واللي بتشمل رسوم مقدارها 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيه كرسم اضافي للطلاب المقيدين للامتحان للمرتين الاولى والثانيه، و200 جنيه للطلاب المتقدمين للامتحانات المرتين الثالثه والرابعه، بالاضافه ل210 جنيه كرسم اضافي. قالت كمان الوزارة ان سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة المفروض انها تكون في 11 يونيو 2022 لصالح صندوق دعم المشروعات التعليمية، سلم لي على دعم المشروعات التعليمية اللي موجودة، المفروض ان هو تابع لوزارة التربية والتعليم. طبعا موضوع الرسوم ده يا جماعة بتطالب الوزارة بيه، والمفروض انه بيخالف المادة 19 من الدستور المصري اللي نصت على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، والمفروض أن الدولة بتتكفل بمجانية مراحل التعليم المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، يعني المفروض أن الدولة بتخصص نسبة من الإنفاق الحكومي تروح لصالح التعليم بتاع الطلبة عشان يكون التعليم دوت بالمجان، المفروض أن النسبة دي لا تقل عن 4%، لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي وبنسمعه من الحكومة ووزارة التربية والتعليم تحديدا الحقيقة حاجة غريبة مخالفة للدستور، يعني المصاريف دي مصاريف مفروض أنها جديدة على أولياء الأمور، وطبعا هتزود من اعباء اولياء الامور اللي موجوده للاسف بشكل كبير في مصر. انتوا بتلاقي ولي الامر مش عارف يسد على المعيشه ولا يسد على الدروس الخصوصيه ولا على الكتب والمذكرات ولا الاكل والشرب واللبس والمصاريف اليوميه. كان الله في عون اولياء الامور الحقيقه، وحاجه بصراحه نسال الله سبحانه وتعالى التخفيف، يعني بصراحه حاجه محزنه جدا على وضع كل حاجه في مصر، مش عارفه ليه كده، يعني ربنا يعين الناس.